أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجماهيري فضفض. وصلنا إلى الأسبوع 11 من دوري نجوم قطر. في هذه الجولة يوجد هناك الكثير من المباريات المثيرة والممتعة، ذلك سيعكس على الجماهير في المدرجات. نحن سننطلق وأنتم تابعونا. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، اولى لقاءات هذه الجوله نبداها من الاستاذ احمد بن علي بن نادي الريان، حيث يحل الزعيم السداوي ضيفا على السيلاويه هنا في هذا الملعب العملاق. السيليه والسد الكل يسعى الى الفوز من اجل اللحاق برقب الجيش متصدر الترتيب. متابعه شيقه نتمناها لكم. نظاره شمسيه، خاش الشمس ولا خاش مشاعر؟ لا خاش الشمس اكيد. وخايفين من السيليه اليوم؟ والله السيليه فريق يخوف مفاجأة، لكن أنا خايف من فريقي، أخاف فريقي ما يلعب. والله السيلية السنة مفاجأة الموسم، يخوف. والله يخوف السيلية صراحة، فريق يعني مجتهد، وفريق يعني صراحة الفريق اللي بيلعب معاه يعني يعمل له حساب. يعني الزعيم مش بيسوي لي بطاقة؟ إن شاء الله شوف اليوم الزعيم إن شاء الله يخلصها إن شاء الله من الشوط الأول. الحكم ما يخرب المباراة. من الحين تحجج بالحكم؟ هو معروف بنجر الدوسيري، بنجر الدوسيري معروف أصلاً. فاشل تحكيميه. ترى الحين ما بدات يا ولد الحلال. انت لو مباراه ما بدات بنجر الدوسري معروف التحكيم اصلا. يعني نقول هارد لك للزعيم؟ لا ما نقول هارد لك للزعيم، تقول ان شاء الله اخر مباراه تقول لي مبروك. الزعيم اليوم كاشخ ولا مش كاشخ؟ اكيد الزعيم دائما كاشخ واكيد دائما مشرفنا. اليوم ان شاء الله نقترب اكثر من الصداره. ان شاء الله الجيش يزل اليوم. انت الحين خلص اول شيء من الثالث اللي وراك في الترتيب، بعدين فكر في الجيش. سريع بس اول هدة خلاص. يعني المباراة منتهية على مسؤوليتك ان شاء الله. معانا مشجع سيلاوي لابس كوت بردان، من الحين خوف من السادة ولا ايش السالفة؟ مو خايف من السد. ايش بتسوون اليوم مع الزعيم؟ ان شاء الله يفوز. مشاهدين الدقيقة 16 وهدف للزعيم، هدف في نيران صديقه السيلاوي سجله في نفسه بالغلط. الزعيم ما يرحب، الزعيم ما يرحب. نشوف ردة فعل الجماهير، بداية ولا أروع للسد صراحة، هدف في وقت مناسب في نيران صديقه. المتعادلين على السد بدايتهم بتكون قوية، بس أتمنى يتمون لآخر المباراة. شلون شايف الزعيم اليوم؟ والله شايف نفس مباراة معينة. يا رب تكون نفس مباراة معينة. يعني خمسة؟ أتمنى. يا عم السنية مفاجأة الموسم. يا عم السيلية بدأ ينزل السيلية من فريق دوري السيلية. يعني الضغط ورد انفجار بدقيقة 16 و1-0 للزعيم. روح الحمد لله نيران صديقة، لكن كثر الضغط ورد الانفجار واحنا ضغطين على السيلية من البداية. واي فريق صح ان السيلية مفاجأة الموسم وان يحتل المركز الثالث العين، بس صدقني راح يضيع مع السد. والله الحمد لله بدايه قويه اليوم، وان شاء الله يستمروا الشباب على هاللعب نفس المباراه اللي راحت. اتوقعها اليوم 4-0. اعزائي المشاهدين، احنا هنا في مدرجات السيلاويه، دورنا على مشجع سيلاوي واحد يكلمنا مش راضي. مشاهدين الصورة تتحدث، جمهور العالمي قام مرة ثانية، اثنين للزعيم، الذيب مفترس. يعني 2-0 الزعيم اليوم صراحة شكله نار. ايه ان شاء الله، ان شاء الله دائما. ايه شنو يعني بيتعادلون السنية ولا بتكملون الوش؟ لا 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 خلاص المباراة انتهت، المباراة بتكون زيادة أهداف. وين انتهت؟ توا واحدة في العارضة وانا تبني ون. وين؟ لا وبعدها ما في. بعدها ما نبي نقول لمن، كحل عينك ما في ولا فرصة. شوف الفريق إذا لعب ما
نضربها ضربة القاضي، خاصة الفريق إذا يفتح السد يحب الفريق اللي يفتح. يعني معنا شاعر الزعيم يا أخوي، ثلاثة اليوم صراحة جوكم شاعري السد ثلاثة. خلاص هو اللي يستفز الديب يشوف النتائج صراحة. بعد مباراة العرب الفريق خمسة ستة، اليوم الله يستر. والله جيتنا ما جات على الفاضي، الحمد لله جينا وتعنينا وشفنا مستوى جميل، نتمنى المستوى هذا على طول طول الدور يعني لين نهاية الموسم. مع الدقيقة الأخيرة الشوط الأول السيلوي يردون بهدف 3-1، نشوف ردة فعل جماهير الزعيم على هذا الهدف. السيلية سجل في 45، سجل قلق ولا ما في قلق؟ لا إن شاء الله ما في قلق، شوية الشباب يبغوا 3 أهداف، رخوا فتحوا اللعب يعني غلط بسيط، بس إن شاء الله يتدارفوننا. احنا ضيعنا والله، حرام نطلع 3-0، المفروض 5-6. إن شاء الله الشوط الثاني درزن وزيادة إن شاء الله. السيلية ممكن يرجع؟ لا وين ممكن يرجع، بس دفاع استهزأ شوي، شاف النتيجة خلاص 3. المركز الثالث ممكن كانت بداية العثرات من بداية المباراة، باقي 20 دقيقة إن شاء الله ينظمون يعيدون تنظيمهم وممكن. والله حكم ما شاء الله 10 أجوال في أسبوع، ايش فيكم؟ هاي الزعيم، هاي عيال الذيب، لان كشرون عن انيابهم يسوونها في الملعب. تبي برومو؟ باقل مستوى طبخنا السلية واستوى. نتيجة كبيرة لان اداء كبير، متوقعين من سد. انا قلت لك في بداية المباراة، قلت لك السد يظهر معدنه الاصيل في المباراة الصعبة. انا تذكير كل واحد يعني نسى السد. حماسية نرجع، ابارك الجمهور الزعيم الصدارة والجيش بكرة. مع السلامة.